ايش دعوه ما قاعده ترد لا على تليفوناتي ولا على مسجاتي؟ انا قاعده اتصل عليك علشان ابرر لك الموقف اللي صار مع ولد خالتي احمد. عادي يبا، اصلا انا مو متضايق، خط الكويت اصلا مسكر. عبد الله ايش قالوا لك؟ هلا. ايش دعوه ما قاعده ترد لا على تليفوناتي ولا على مسجاتي؟ انا قاعده اتصل عليك علشان ابرر لك الموقف اللي صار مع ولد خالتي احمد. عادي يبا، اصلا انا مو متضايق، خط الكويت اصلا مسكر. عبد الله ايش قالوا لك؟ قالوا لك انا يا اهل واصدق هالسالفه؟ انا يا يعني بنفسي بس علشان اعتذر لك، ما علي امسحها في وجهي. طيب قلت لك انا مو متضايق، وعلى فكره أنا ناوي باكر أسافر. ليش تبي تسافر بهالسرعة؟ ما علي، توصل في السلامة. بس واللي يسلمك؟ إذا وصلت هناك وشفت مني أي تليفون رد علي. إن شاء الله. تعالي حنين، هذيك المرة ولد خالتك ناداك باسم ثاني بس أنا ما ركزت معاه. شنو كان الاسم؟ يترى والك لا. ترى والك هو يغار بس. إيه بس الموقف اللي حطيت فيه وايد مكان محرج. أنا عارفة. علشان كذي ما حبيت أشوفك إلا اليوم. لما تأكدت إنه هو مسافر ومو موجود. إيه بس الموقف كان صعب، إيش فيك؟ عبد الله إيش فيك الله يهداك؟ أفهم من كلامك إنك للحين متضايق وزعلان؟ أنا صار لي ساعة قاعدة أبرر لك، ما لي داعي. حبيبتي أنا مو متضايق، مو متضايق كلش. بس يعني تضايقت بوقتها بس ما كنت بزعلك. أوعدك إن هذا الشيء ما راح يتكرر مرة ثانية. وعلى فكرة ترى أنا حتى قال. قلت هذا ولد خالتك؟ إي. ألف مرة قلت لك إن هذا ولد خالتي وهو بحسبة أخوي. ليش انت ما عندك اخوان؟ لا ما عندي لا اخوان ولا عندي اخوات، انا وحيده. اقول لك تصير وياك هالمواقف وايد، تشوفوا جماعات يدشونك دايركت ويسولفون معك ويبون يتعرفون عليك. دائما يعني تدرين انا مشهور ولازم يكون عندي معجبين وكذي، بس يعني مو دائما اللي يعني يكتب لي بتويتر او انستغرام اقعد ارد عليه واكلمه بالتليفون واروح اقابله. كان شيء ما صار عندي وقت. ايش معنى انا عين؟ ايش فيك؟ لهالدرجه السؤال اللي سالتك اياه صعب؟ لا هو مو صعب بس يعني قاعد ارد يعني ابي ردي يكون يعني ما ادري توهقت، ابي ردي يكون مقنع. عرفتي؟ صراحه ما ادري بس انت ما رديتي على سؤالي. اي سؤال؟ انك يوم كلمتيني اول مره قلتي لي انا مو مجرد معجبه، بكون اكثر من معجبه. واي الهواء قام يهف على وجهي، قمت احس ببرتر. ها؟ خلنا نقعد بأي مكان. أوكي، تدلين أكثر من هنا. أنا بودي. يلا. سو الناس. هلا رحاب.
لا بس تدرين انا سيارتي خربت وعلى ما مر رفيجي وهذا لو يبعد تدرين كل هذا وقت. ترك عنك الافلام هذه. شاقة تلفونك مسكر. تلفوني مسكر؟ ماكو شاحن بعد تدرين تليفونات هالايام هذه كلش مو شيء وما عندي شاحن بالسياره. زين قولي لي طلال اخوي يدري عني؟ بس هذا اللي هامك هذا اللي خايف منه؟ اسمع تدري ان عمك شاهين توفى؟ عمي شاهين؟ عمي شاهين؟ هلا رحاب، شلون عمي توفى؟ وهذا شلون سوى كذي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه. متى دفن؟ لا 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 تحاتين، راح أشوف لي أقرب طيارة.